نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم. شاءت الأقدار أنني مشيت الحمد لله للديار الأمريكية، وكانت تجربة رائعة بزاف، اللي خلتني يعني من حي من وسط شعبي. الحمد لله مشيت لأمريكا وكنت متفوق من ناحية الموسيقية وتمثيل المغرب أحسن تمثيل، ومن هذيك قادتني ل 28 دولة. وفي الوقت فاش جيت يعني 2009 ماشي 2016، فاش جيت في 2009 كانوا إكراهات، كانوا شي حويجات ما عجبونيش بيان سور، لانني كنت عايش في المهجر وعايش مع الناس كوريكت وناس بونكتويل، 7 7 8 8، ما كاينش كي كيقولوا له هنا باك صاحبي، هذا صاحبي جيبو جيب له، هذا الشيء كان في الاول. ولكن الحمد لله يعني كاين تحسن، وامريكان ما هربانش، راه عندي جنسيتي اللي افتخر بها هي الاولى هي المغرب، وعندي جنسيتي الثانيه انا وبنيتي هي الجنسيه الامريكيه. فإلا هجرت مشيت راه غنمشي على قبل مستقبلها وباش نقريها وباش هذا ما عطل، لان القرايه هنا صعيبه ما نقدرش عليها ماديا، وفي امريكا تقدر تقرا فابور. فهذا هو السبب اللي خليني نمشي الامريكان، ندي بنيتي ونديها تقرا تما ان شاء الله. انا قريت بالفرنسيه، قريت الماط والفيزيك والسيونس، قرينا على حق وطريقه، ولكن ملي كيتعربتي ولي داك الشيء ما عنكش، والحرف خصك تترجمو، ام سوري، الراي العام ما تيعرف علينا والو، ما تيعرف حتى فين جا، كاين اللي ما تيعرف حتى فين جا المغرب. فهذا غلط ديال مثلا مسؤولي وزير الخارجيه، مثلا وزير الخارجيه جلادور ولد مدينتي، ولكن حشومه دير كاسك يترجموا لك الانجليزيه، وزير الخارجيه خصك تكون كتهضر بالانجليزيه، او موان على الاقل تعلمها، سير قراها الدور ديال السفير، كتقاضى اكثر من 9 مليون في الشهر وكل شيء خالص لك، خصك دير هذه الخدمه، ماشي غير كرافطه وكوستيم وتبدا كتجي تحضر في سميتو. اللوبي اللي مديور في المغرب خصو يكون عنده على درايه بالمغرب، خصو يكون اوموا مغربي الاصل. فهادو انا كنقولها وتنفتخر بها، لانني كنموت على هذه البلاد، وبغيت الحمد لله ولا كوز ديالنا باش ما نطيحوش في واحد بحال بان كيمون يجي يقول هذه الهضره، لان ما عنده علاقه، ما عارف حتى حاجه على التاريخ ديال المغرب، والصحراء مغربيه، وبغى اللي بغى وكره اللي كره، والخريطات ديال 1800 و1700 فيهم الخريطه، فيهم ان الصحراء مغربيه. اشنو رايك في الفنانين ديال دابا اللي دغيا كيوصلوا، اللي كيكونوا في البرامج ديال المسابقات، وواحد بين ليلى وضحاها تيولي نجوم؟ اودي شوفي، ما عندناش النجم في المغرب، اللي كيقول النجم وكيمشي يغني في كباري في الليل النجم، ما كنعيبش صحاب الكباري حاشا لله، ولكن الفن اليوم والنجوم اليوم كيبغي يوصل دغيا، يعني ان شويه تميع، ان الكلمه زمان كانت لجنه الكلمات في الرباط، لجنه تطابق توافق على الكلمات، ولكن اليوم كاين اللي غاديو بريفي، فما ما عنده كيدوزوا اللي هما بغاو، ما غادي ما كيدوزوا، ما حرين تيدوزوا شنو بغاو. من زمان شحال هذه في وقتنا كانت الا ما تبروفاش اللحن ولا ما تبروفاوش الكلمات ما يدخلوش للديور ديال الناس. فاليوم لوجيسيال كتلقاي موزعين وهذا عنده لوجيسيال، ما عارف حتى لاكور، ما عارف حتى الستيام من نافيام من السيزيام من السوسبوندو، من ما عارفهاش، قولي له يسحب له كتهضري شي لغه اخرى، وتيقول لك انا موزع وانا ملحن وانا كذا. زمان الملحنين راه كاينين، عندنا ملحنين كبار اللي قراو، قاري السولفيج، قاري الانغام ديال الموسيقى العربيه، اليوم كيلحنوا في نغمه وحده، نهاوند لو مينور، مي راه عطا الله، كاين السيكا وكاين نهاوند وكاين الشد عربان وكاين الحجاز وكاين هذا، والله ما يسيقوا لهمش خبر، صحابهم كنهضر شي لغه اخرى. ف والله الله يعاونهم، كاين لا ليبرتي ولي ريزو سوسيو ولاو هما اللي كيتحكموا اليوم. ندير فيديو ندير كلمات ساقطه واللوحه، وغدا غتولي عندي ثلاثه، ونشري شويه د لي فيو كي كيديروا بعض الفنانه، ونولي عندي ثلاثه د المليون. وكيف جاوك هاد الاغاني ديال دابا؟ عطيني ساكي، سنطيحه. اودي شوفي، ما غادي نقول لك صراحه، هادو مثلا ما لا داعيه باش نهضر كاع عليهم ولا نتصنت لهم في الحقيقه. انا لا مره اخرى ما كان اتاكيش صاحبه او صاحب الاغنيه،
بالعكس فكلهم تبارك الله عندنا اصوات رائعه وفنانين، ولكن ماشي جو سوي اوبليجي باش نكون داكور مع داك الشيء اللي كيتغنى. هذاك الشيء اللي دبلوماسي امين، لا ما يدخلش داك الشيء لداري وما تغنيهش بنتي. بنتي لا حلت فمها في داك الشيء، ما نعاقبها، كنعاقبها فيربالمون، كنقول لها اخر مره نسمعك حتى تقولي هذا الكلام. فانا بغيت نحفظ بنتي الاغنى زوين، بغيت نحفظ بنتي البويزي، بغيت نحفظ لبنتي نعلمها البالي، بغيت نعلم بنتي لا ميوزيك كلاسيك، تعزف موزار وبيتهوفن، بغيت نطلق لبنتي فيروز، بغيت نطلق لبنتي عبد الوهاب الدكالي ونعيمه ساميح، فهمتي؟ هادشي اللي بغيت نربي بنتي عليه. ما هادشي اللي كيتداول دابا ما زعما ما نكذبش عليك، الله يعاونهم الشباب، اتمنى لهم كل التوفيق من سعد المجرد الى اخر، الله يعاونهم. سي دي جون اللي نجحوا بيرسا والله يوفقهم، كندعي لهم. مي كاين بعض المواضيع وبعض الاغاني اللي لا علاقه لها بالفن. راه فرق بين اللي مطلوب واللي مشهور. كاين اللي مشهور وبغاه الكاميرات وكذا والماكياج ولي لونتي والبوزات وكذا، ولكن ملي كتجي لتقلبي كتلقايه الا عطيتيه خدمه ديال 1000 درهم يمشي يخدم بها، خدمه 500 درهم يخدم بها، ديك ستار غير في الزنقه. فانا ما كندير ستار على ولاد الشعب، انا ولد الشعب وكنعيش مع ولاد الشعب، وتنمشي ناكل في القهاويت الشعبيين، ونمشي لعند مول البيصاره، ونمشي عند مول الحوت، ونمشي عند مول الزريعه، ونمشي نعيش في حومتي في سيدي عمر فين كبرت. ما كننساش اصلي وما كنديرش على المغاربه انا ستار، المغاربه هما لي ستار. انا غير تنقدم لهم واحد الفن نبيل اللي نهار نموت يقولوا الله يرحمه عليه وخلى لنا شي حاجه زوينه. اللهم صلي على النبي بن قاسم طه شريف الاسم صاحب الخاتم والمعراج واللوى والحلا والتاج والقضيب اسيدي والحمد للوحيد الواحد من لا ينام من لا ينام ربي عاتق الرقاب الكريم الحي الوهاب ودنا بالنبي المجتاب سيد العرب حب وهواه في عضايا دايم ترى يقيد نايم بالشواق مجد عين الهدى الهادي راكب البراق والنجيب